أما هلأ رشا لمحطتنا الأخيرة، واليوم كثير من الأطفال بيعانوا من مشاكل سلوكية ونفسية. ما في شوي شوي بيعانوا، نحن اللي عم نعاني، نحن وياهم أكيد كلاتهم عم بيعانوا من مشاكل سلوكية ونفسية خلال السنوات الأولى من حياتهم. هذا الشيء أمر طبيعي، لكن ممكن يسبب بعض الإحراج، بعض الإزعاج، بعض القلق للأهالي. فبنلاحظ رشا أنه ضمن العيلة الوحدة بنلاقي طفل عنده تصرفات، عنده سلوكيات بتختلف عن أخوه. يمكن فينا نرجع لهذا السبب، أنه يكون الأمر جيني بتخلق معه أو وراثي من العائلة أو من البيئة المحيطة اللي فيه. صحيح. أو الحي السكني. فكتير يمكن مهم أنه نحن نعرف هي المشاكل، نحددها لحتى ما نخلي هي المشاكل ترافقه للمستقبل. أكيد هادي، مثل ما قلتي أحيانا بالبيت الواحد بنشوف طفلين، كل طفل بيختلف عن تاني إن كان بالمواقف والسلوك، وكتير من التفاصيل بتأثر على نشأته وعلى كبرته بين الناس يعني. وبالنهاية نحن الربيتي صح بيقولوا الله يرحم لي رباك، والربيتي غلط. اليوم كمان الأهالي عم يروحوا لموضوع اللوم أنه كان في تقصير، ولكن بنرجع لموضوع أنه نحن اليوم ضمن جيل خلينا نقول مخيف بالذكاء. صحيح. وسابق عصره يعني بقصص كتير. اليوم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الجيل؟ كيف قادرين نحن نصحح السلوك الغلط واروح معهم للإيجابية ونبعد عن موضوع العنف؟ نحن أكيد رح نذكر ضمن فقرتنا أنه في ناس كتير بتروح لموضوع التعنيف، هل عم يكون إيجابي أو سلبي؟ مهم معلومات كتير ما حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية ولاء الأحلح. يسعد صباحك يا ولاء. يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك ولاء. يعني مثل ما حكينا مجموعة كتير كبيرة من المشاكل السلوكية يلي ممكن يتعرض لها الطفل بمختلف مراحله العمرية. خلينا نعدد هي المشاكل بعدين نتوسع أكثر ونحكي عنها بشكل موسع. تمام. هلا أكيد بيختلف تصرف الطفل وسلوكيات الطفل من طفل لطفل ثاني. مثل ما ذكرتي ممكن ضمن العائلة الوحدة لاحظ في اختلاف بالتصرف، في اختلاف بالسلوكيات، في اختلاف بردات الفعل للطفل عن باقي الأطفال. لكن نحن كأخصائيين تربويين ايمت منقول انه في سلوك مرضي لما بنلاحظ انه هذا الطفل عم يتصرف مقارنة مع الأطفال يلي من عمره تصرفات وسلوكيات غير طبيعية او غير صحيحة. وهون بيجي دور الأهل، دور الأم والأب رقم واحد واللي هو الأساس، انه يكتشفوا هاي السلوكيات بمراحل مبكرة من عمر الطفل. لأنه نحن كل ما اكتشفنا المشكلة بمراحل مبكرة كل ما كانت العلاج أسرع، لأنه هذا السلوك إن كان صحيح أو غير صحيح هو حتما رح يأثر على شخصية هذا الطفل وعلى سلوكيات هذا الطفل لسنوات متعددة من عمره. فمن أهم المشكلات السلوكية اللي بتواجه الأطفال عندنا رقم واحد اللي هي اضطراب فرط النشاط وتشتت الانتباه. بنلاحظ الطفل سريع الحركة، سريع النشاط. هذا الاضطراب نحن بندرجه ضمن الاضطرابات العصبية، بيكون في خلل بإحدى النواقل العصبية بالتالي بيسبب هذا الاضطراب. بنلاحظ على هذا الطفل أنه متنقل بسرعة، عنده سرعة هائلة. هذا السرعة وهي الانفعالية وهي الاندفاعية بسلوكياته وبتصرفاته رح تأثر على تشتت التركيز، على تشتت الانتباه، ممكن يتسبب نسيان. لأنه لما بيكون هذا الطفل سريع الحركة، سريع الانفعالية، سريع الاندفاعية، فهون الذاكرة بتكون لفترة مؤقتة أو ذاكرة محدودة، بالتالي ممكن يعاني من مشكلة النسيان أو الذاكرة المؤقتة. المشكلة الثانية السلوكية اللي هي عند الأطفال اللي هي نوبات الغضب. كمان الغضب بيختلف من طفل لطفل تاني حسب الظروف المحيطة، حسب العوامل النفسية، وحسب الأشخاص المقربين من هذا الطفل إن كان أم أو أب أو أخوات. هي العوامل كلها بتأثر على مدى تعبير الطفل عن نوبة هي الغضب. يعني بنلاحظ في طفل بيعبر عن غضبه بس إنه يبكي، بس اكتفى بالموضوع. طفل تاني ممكن لا يبكي، يعيط، يكسر، يأذي أخوه، يأذي اللي حواليه، يكسر لعبة مثلا. فحتى نوبات الغضب تختلف من طفل لطفل تاني مع مراعاة العوامل النفسية لهذا الطفل. المشكلة الثالثة اللي هي اضطرابات التعلم أو صعوبات التعلم، هي رح نحكي عنها اليوم أكيد نتوسع أكثر. بالنسبة لاضطرابات التعلم هي نسبة الذكاء كمان بتختلف بين طفل لطفل تاني. سرعة البديهة بتختلف من طفل لطفل تاني. كمان الأغذية اللي بيتغذاها هذا الطفل ممكن تلعب دور مهم إما بزيادة هذا الذكاء أو تسبب
ان يعني انه يوقف هذا الذكاء عند حد معين. فمن المشاكل اللي بتعاني منها الاطفال صعوبات التعلم او اضطراب التعلم، بنلاحظ انه الطفل ما انه قادر يتعلم مهاره جديده، صحيح، او بنلاحظ عنده صعوبه بنطق الكلمات او صعوبه بالقراءه، او ما انه قادر يركز بمكان معين، او ما انه قادر يقعد حتى بمكان واحد لفتره زمنيه مؤقته. وكمان بنلاحظ عنده موضوع النسيان، يعني ممكن اطلب منه امر لو امر بسيط لو امر صغير فتلاقيه غير مبالي او غير مهتم بكلامه او ثواني بينسى. ولا خلينا بس كرمال الوقت، انت ذكرتي هدول الاعراض من اعراض صعوبات التعلم. تمام. اليوم خلينا نتفق بدايه على نقطه انه جميع الاطفال او خلينا النسبه الاكبر عم بيكونوا مشتركين بهدول الشيء اللي ذكرتي. اليوم عم نعاني من طفل كثير الحركه، طفل بضل معصب لا يعني هو طفل بتقولي له اقعد ما في اقعد، عنده فرط نشاط، الموبايلات، التكنولوجيا اثرت بشكل سلبي وايجابي على هذا الطفل. فاليوم نحن هدول اعراض مشتركين عند الاطفال، ايمت نحن بنقول انه طفلي اليوم انا هو حالته عاديه بيشبه اقرانه، وايمت لا بروح انه نحن عندي مشكله. ذكرتي انت اليوم اعراض صعوبات التعلم، خلينا نفترض انه هذا الطفل عنده هي المشكله، معنا حاله طبيعيه، شو ممكن نتصرف معه كأهل؟ هلأ بالنسبة للمشكلة صعوبات التعلم عند الأطفال، فهون ما فينا نحن نحدد المشكلة قبل عمر 4 سنين ونص ل5 سنوات. بعد هذا العمر بيصير تحديد المشكلة مبسط أكثر، بيكون في سلوكيات واضحة. نعم. إنه أنا ابني ما قدران يقرأ الأحرف، فهون الدور الأول على الأهل والدور الثاني على الكادر التدريسي سواء بالروضة أو ضمن المدرسة. فالأم ممكن تستعين ببعض الألعاب اللي بتزيد نسبة الذكاء عند الطفل، ممكن أطلب منه مثلا أعطيه كذا كلمة ويحط لي دويرة مثلا حوالين حرف الباء، ممكن أعطيه مكعبات ألعب أنا وابني، أعطيه هدول المكعبات إلا بعطيني بس يلي لونه نشتغل أصفر. على موضوع التركيز، نشتغل على موضوع الانتباه، نشتغل على سرعة البديهة، نشتغل على الألعاب اللي بتزيد الذكاء. يعني للأسف الغالبية العظمى من الأمهات بهي الفترة بيعطوا ابنهم هالتليفون على اليوتيوب، ما بيعرفوا شو عم يتفرج، لك خلص أنا نسيت ابني. ما أنت عم تعملي له تجميد للذاكرة، انه خلص بس احضار، بس تبرمج، ما تفكر، ما تكتشف، ما تندمج. على فكره من اخطار التكنولوجيا للطفل بعمر مبكر سواء على اليوتيوب او برامج اطفال على التلفزيون هي صحيح. انه عدم الاندماج مع الاشخاص المحيطين. صحيح انه هي افلام الكرتون الطفل يلي عم يحضرها اليوم خلال ان كان التلفزيون او على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقي انه البعض فيها بيكون فيها قتل، في شغلات غريبة مثل سبايدر مان بده يطير مثله أو يقلده، ممكن ياخذ هدول الأمور ينقلهم لمدرسته، يصير تمام. مثلا يقتل رفيقه، يعمل حركات مو منيحة مثلا. خلينا نوضح دور المدرسين. صحيح هايدي، يعني كمان شفنا ولا ألعاب نزلت على الموبايلات، يعني الببجي وهدول القصص، شفنا حالات نفسية صارت عند الأطفال، في حالات ودت للانتحار. فأكيد اليوم التأثير جدا سلبي، ولكن صحيح. أكيد في شيء ايجابي كان بالموضوع. هلا بالنسبه للطفل حالته النفسيه من عمر 5 سنوات لازم نراعيها كثير، لانه الطفل بهي العمر بهي المرحله العمريه نحن عم ناسس شخصيته، اما يطلع شخص سوي، شخص قادر على التحكم بالانفعالات، قادر على التحكم بنوبات الغضب، او شخص عدواني، شخص منعزل، شخص مؤذي. فممكن افلام الكرتون العدوانيه اللي فيها نوع من الحرب، واس ببجي، او حتى بتلاقي بعض الأطفال بالسوق لما ماما اشتري لي فرد اشتري لي مسدس، ما أنت عم تحرضي الدافع العدواني عند الطفل، عم تحرضي ابنك أنه يتعلم الأذى، يتعلم العدوانية. من الطبيعي أنه يفرغ الطفل هاي المشاعر العدوانية، ممكن يضرب أخوه بالبيت، أو ممكن يقتل رفيقه بالمدرسة، أو ممكن يكسر شيء ضمن البيت. فالعامل النفسي جدا مهم، لأنه العامل النفسي ما وقف عند هاي المرحلة العمرية، ما وقف بسن 5 سنين أو 6 سنين، لا، هون ذاكرة الطفل وخاصة المشاعر، العواطف، الحب، الحنان رح تضل مرافقته كل عمره. فما بالك إذا كان هذا الطفل عم يتعرض لتعنيف أسري أو في مشاكل ضمن العائلة بين الأم والأب، فهذا الشيء رح يأثر على مراحل عمره التالية وخاصة بالمراهقة ومرحلة الشباب. فنحاول قد ما فينا نبعد عن الأمور اللي فيها تعنيف، عن الأمور اللي فيها عدوانية. وحتى أنا إذا بدي كافئ ابني، خليني كافئ أو مكافأة أنه مثلا بخليك تحضر أفلام كرتون إذا عملت كذا،
انت بس كافئتي ابنك، فهون عم تحفزيه انه يبدع اكثر، عم تحفزيه انه يطلع المهارات الابداعيه يلي عنده. ما عم نعمل بلوك للدماغ، بلوك للذاكره، لا، عم نحافظه على انه يطور من حاله ونزيد نسبه الذكاء عنده. طيب أولا، يعني اليوم خلينا هيك نحكي مثل ما بيقولوا، اليوم أي حدا عم يشوفنا بيعرف أنه الأمهات عم بتعاني معاناة كتير كبيرة مع الأطفال، وإذا بدك في حدا بيقول لك أنا أولادي عم يربوني، يعني يعني معظم الأمهات بتقول هاي الجملة. يعني إحنا ما فينا دائما نقول أنه أنا ابني مريض عنده صعوبات تعلم. في حالة طبيعية، في جيل جديد، في تكنولوجيا، كلها أثرت بشكل كان سلبي أو إيجابي. يعني طيب هدول الأطفال موجودين بالبيت، يعني خلينا نقول اليوم طفلي عصب ولكن هو مانو مريض، انا كيف بقدر اتعامل معه؟ تمام. هلا هون بدنا نراقب سلوك هذا الطفل، تصرفات هذا الطفل، ونقارنه مع الاطفال اللي من نفس عمره. في حال كان السلوك طبيعي، رده فعل طبيعيه، ممكن مثل ما ذكرتي انه يعصب عن امر، يعني كل فعل له رده فعل، فبالتالي هذا مانو سلوك مرضي. اما لما يتحول لسلوك مرضي وانا ما اقدر اضبط انفعالات ابني، ما اقدر اتحكم بمشاعر ابني، ما اقدر سيطر على الغضب عند ابني، فهون ممكن ادرجه تحت اسم اضطراب. اضطراب يعني هو بيرافق لفترة زمنية مؤقتة ومع الوقت بيتعافى من هذا الاضطراب. أما لما نقول مرض صعوبات التعلم أو متلازمة، فنحن عم نحكي عن شيء بيرافق لفترة زمنية أطول. فصعوبات التعلم، بالنسبة لصعوبات التعلم، في حال الأم لاحظت على أحد الأطفال أنه في عوامل جسدية مختلفة، مثل مثلا العيون المبسطة أو الشفتين المبسطتين أو قصر الأطراف خاصة الإيدين والرجلين، فبهي الحالة بيكون في عنده مشكلة دماغية ومشكلة بإحدى النواقل العصبية. هي بتظهر بشكل قد تظهر خارجي، بشكل خارجي مدرجة نحن تحت مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تكون اضطراب فقط، اضطرابات تعلم تظهر من خلال انه انا ما عم اقدر اعدل سلوك ابني. صحيح. يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير الاختصاصيه التربويه ولاء لحلح، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم. ولاء، يعني هيك قبل ما نقول لك باي، انت مع تعنيف الطفل اليوم؟ يعني ببعض الاوقات يعني هلا لازم الاعتدال. انا مع تعنيف، انا مع ولا بشده لانه اكبر مشكله بيعانوا منها الاهالي بالوقت الحالي هي مشكله ابني عنيد. بس اسلوب التربيه كمان مو بيمشي كل الاوقات. هلا يعني إذا رجعنا لأيام زمان بتقلك أنا، يعني كل الكبار بيقلك أنه أنا أهلي كانوا كتير قاسين علي. وشفنا جيل من الأطباء والعباقرة، يعني ما صار لهم شيء، يعني لو مثل أنا ماني عم شجع يعني أبدا. لا، أحيانا كتر الدلال بيخلي الطفل يصير كتير عنيد، ما بقى برد لا على الأم لا على الأب ولا على الأخوات. فالاعتدال، الاعتدال وأسلوب الترغيب. يعني حلو التوبيخ وحلو اليوم العقاب، ولكن في بعض الأحيان لازم نوبخ الطفل، لازم نحرمه من المصروف، نحرمه من أكلة طيبة، ليعرف إنه هون سلوكه خطأ، هذا التصرف خطأ مشان ما يعيده. لأنه إذا تراكمت هاي السلوكيات وهي التصرفات الغير صحيحة، مع الوقت ما عاد يصير في قدرة لتسيطري على هذا السلوك. أكيد. بالختام شكرا كتير لإلك، نورتينا. العفو، يعطيكم ألف عافية.